السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير الديزاد. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا على المدرب تاع هيرتا برلين الألماني وين يشيد بإبراهيم مازا ابن أخ مصطفى مازا. يعني هذا اللعاب اللي دخل التاريخ، لعاب هذا باش يكون في علمكم دخل التاريخ، سجل سجل يعني اصغر هذا اصغر لاعب يسجل في البطوله الالمانيه. لاعب هذا ناس ما يهضروش ما يبغوش يهضروا الحقيقه، ناس يعني وين تسيبهم يمجدوا في او يمجدوا في لاعب يمجدوا في لاعبين. قلت يا اوليس ترى عندي انا ابراهيم مازا، ولا انا عندي ابراهيم مازا، لا لا نجي مور الناس. انا كون عندي ابراهيم مازا ما نجيش مور الناس. كيفاه عندي لعاب كيما هذا نروح نحوس على واحد عنده 34 عام محرز او نجيب هذا او نجيب هذا 18 عام لا 17 عام وخمسة شهور ولا ما شهر. وين اشاد المدرب نادي هيرتا برلين الالماني كريستيان باللعاب ذو الاصول الجزائريه ابراهيم مازا المتالق بشكل لافت منذ بداية الموسم الجاري مع فريقه الأول، ورغم أن سنه لا يتجاوز 18 عام وسط توقعات بصمها على مسيرة كروية كبيرة في وقت أشعل فيه التألق اللاعب الصاعد حماس الجزائريين الذين طلبوا بضرورة ضمه في أقرب وقت للخضر. هذه مهدرناها من ترى يهدر عليه عامين راني نهضر عليه عامين راني نهضر عليه. لكن للاسف كانوا ناس يعايروني يقولوا لي انت يا فيتون مصطفى ما زرك تشكر فيه ولد خوه. يا ودي انا لاعب جزائري غادي كيجي غادي كاع يفرح الجزائري كيما الكيبونت يفرح كاع الجزائريين. وقالت صاحبة البلاد الألمانية في تقرير لها عن تألق إبراهيم مازا خلال بداية الموسم الجاري، إبراهيم مازا يفعل ما لا يفعله لاعبون يعني الموهوبون الآخرون، لقد أصبح اللاعب البالغ من العمر يعني أقل من 18 عام لاعب أساسي بامتياز قبل أن تستشهد يعني بتصريحات مدربه كريستيان، والذي قال بخصوص تألق مازا في مواجهة كأس أمام هيرتا يعني روستوك الآن يجب أن أكون حذر بعض الشيء في طريقة تعاملي معه، فهو لا يزال شاب. قبل أن يضيف ما أعرفه عنه أنه فتى هادئ للغاية ويحاول تحسين نفسه كل يوم، وزيد إنه يتمتع بمهارات فنية لا تصدق، ولكن هناك شيء واحد على وجه الخصوص يثير إعجاب يعني مدربي، حيث أكد ما يفعله بشكل جيد عادي يعني عادة في مركز مثل هذا صانع ألعاب. عندما تكون جيد في كرة القدم لا تفكر في هذا الشيء الآخر أو ما يسمى بالدفاع. وقال كذلك لكنه يعمل معنا، إنه يعلم أن هذه مهمة يعني محورية في خطة كل فريق، ونجاح مازا في تعويض اللاعب فابيان المصاب. وأكد يعني وأكدت الصاحبة المشهورة البلاد نجح مازا في مد هذا الفريق كان لاعب واعد، يعني نقطة يعني المضيئة في هيرتا منذ بداية الموسم ضد روستوك سجل هدف مهم ذهنيا يعني هدفين لهدف بعد الهجمة الرائعة، وأضافت يعني يعرف زملائه الآن كيفية استغلاله، وتابعت في الفريق مالي بلاعبين أكاديمية. يعد اللاعب البالغ من العمر 18 عام جوهرة هيرتا برلين، من محتمل جدا أنه في الأسابيع المقبلة حتى إغلاق فترة انتقالات ستقترب بعض الأندية الألمانية من هيرتا برلين من أجل ضمه، لكن مازا لا غنى عنه يعني لسكان برلين. إلى ذلك وإن انبهر الجزائريون بما يقدمه مازا منذ بداية الموسم الحالي، وطلبوا بعض صفحات التواصل الاجتماعي بضرورة إسراع الفاق لحسم ملف اللاعب الواعد من خلال ضمه وفي وقت مبكر إلى المنتخب الوطني، على غرار ما حدث مع بعض اللاعبين الآخرين في صورة بوعناني الشايبي وأيت النوري، حتى لا يضيع من الخضر وهو الذي يتواجد مع المنتخب الألماني تحت 19 عام. لاعب دونك انت عندك
عندك واحد كيما هذا نروح انايا نجري من اولاس اولاس لا ما جاش يربح ها والله ولعب انا كيما هذا لعب كيما هذا مفرط فيه ولد لعب كبير لعب كبير خويا او تاع عندك لعابه كيما هذا وتروح جاي كي علمك باللي واصبح ابراهيم مازا اصغر لاعب في تاريخ نادي هيرتا برلين يسجل في كاس المانيا في سن 18 سنه و 9 اشهر 18 عام 9 اشهر ويعد الجزائري الاصل ابراهيم مازا من بين افضل لاعبي الشباب في الدوري الالماني الدرجه الثانيه ايوا شو كيفاش تاع عندك لاعب كيما هذا قاعدين انايا قاعدين هنا قاعدين نبكي وانا نبكي مور محرز ونبكي مور اولاس ونبكي من لا لعاب هذا جزائري ونعرف نعرف نعرف نتاعو وين خطره مازا مصطفى مازا وقدر الانترفيو خطره في التلفزيون قالوا له عليه قال لهم في مين كانت عنده 17 عام اتصل ربط اتصالات مع الاتحاديه الجزائريه وقال لهم وقال لهم كاش مشكل منه يعني وكانوا في ذاك الوقت كانوا كانت كاينه 35 مباراه بدون انهزام هيا كانوا يقرعوا يجيبوا كوب ديمون قال لك لا ما نزيدوش لا قال ما نجيبوش انا نقول لكم هذه هي باش يكون على بالكم سبحان الله وكنا كيفاه عندي مازا وين هذاك مع اللي كانت كيسموها يا ربي قولوا معنا نتائج الديكتاتوريه انا سميتها نتائج خاص كونت لنا داكاتيرا في تشيلسي في تاعهم روحنا لكوب ديمون وخرجنا جوج خطرات كوب ديمون كوب دافريك برومي تور خرجت البعير كي ولاو ناس جهلاء ولاو يساهموا في الشعب بديرنا في الطريق الصحيح تخسر مع موريتانيا قال لك يا ودي مليحه قال لك ماكو خسرنا مع الكاميرون كوب ديمون عادي نورمال خسرنا مع خسرنا خرجنا بنقطة سيراليون غينيا استوائية عادي نورمال ما كانش كاع مشكل راكم قلقين موريتانيا قال لك لا داروا لنا مؤامرة نورمالمون مع موريتانيا يا عباد الله موريتانيا موريتانيا نكذب موريتانيا نقول له روحتش انت اونترينر روح روحتش انتوما اللعابة روحتش روح عندي في الليل راني عارفكم روحتش هاكي غادي نلعب لكم وهاش غادي ندخل ودوزيام ميتو هاش غادي يخرج وغادي ندخل لاربيت عاون شوية موريتانيا ما تلعبش عادل أعطي 70% لموريتانيا وأنا أعطيني غير 30% ودي الندوة الصحافية ونقول لهم موريتانيا هاكي غادي نلعب لكم ونتلاقاو غدوة إن شاء الله المدرب تاع موريتانيا بالنهار قبل قالها الكمال مهوي قال له روح قول المدرب تاعك يوجد روح ديرك أنا ما قال له غدوة إن شاء الله قال له قول المدرب يوجد روحه ربحه ناس موريتانيا ربحتنا حنا برك على بالكم بها من الديبي تاع من لو 23 جانفي ربحتنا حنا من فماك ما زادتش ربحت لليوم وما مركوتها ما مركوتها بد ايا يقول لك مؤامره دارتنا مؤامره سي عاد اي باتيريا باتيريا بك فين نحصلوا حصلوا شتو الناس دايرين كاسكيطات صفري حصلوا فيهم قالوا لهم هادو صحاب كاسكيطات صفري من بعد حصلوا هذيك ايمان خليفه هذيك مونت كامل اللي عايل فيها ترامب ترامب طايح عليها وزيره تاع طليان طايحه عليها وما قالتش ضغوطات ربحت حنايا حسين جناد يكتب تاع وين بعد بعد علينا ما عرفش عامل 1000 كيلومتر بل 3 ملايين كيلومتر بعد علينا في طرمس قال لك بدي علينا ليا ضغوطات وخرج كمال مهوي قال لهم محرزه زعفانه محرزه زعفان بالكم راح هذيك الشكيمه تاعكم مديها وروح شكم معاه ودبر شكام وخرج شكامه وخد اخرين يشكموا لكم بها بالكم سهله بسببكم الناس دخلت في حيطه والله لا بسببكم انا نقول لكم على ربي ما نعرف خلي على ربي وصايك يا ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجيو لنا لي فيديو ما تنساوش تفعيل الجرس واللي يمشي ابوني اي ابوني معنا
ودائما معكم بجديد. سعيد وخالتي.